نعم أشرف، صباح الورد مرة أخرى. صباح الخير شهد. زي ما حكيت اليوم رح نرجع للزمن الجميل، اليوم رح نطل عليكم من البابور القديم، بابور الطحين، هاي المطحنة المتخصصة في طحن الحبوب وهي الأقدم في المحافظة وقد تكون الأقدم على مستوى المملكة، بتجاوز عمرها 100 عام وما زالت تعمل حتى وقتنا الحاضر. هذا المكان بتشتم منه رائحة الماضي والتراث العريق منبعث من بين جدرانه وأحجاره. هذا المكان هو عبارة عن ملتقى للفلاحين من جميع قرى المنطقة. هذا المكان بقف شاهد على حقبة من الزمن الأصيل والتاريخ العريق. هذا المكان بروي قصص وحكايات الزمن الماضي، زمن آبائنا وأجدادنا. رح يكون معنا أبو عمر فايز ملاحي لحتى يعرفنا على عبق التاريخ اللي بجزء بين جدران هذا المكان الرائع، بين القمح والذرة والشعير والعدس والعديد من الحبوب المختلفة. أبو عمر أقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. الله يحفظك، حياكم الله، الله يبارك فيك. كيفاش عمر هاي الطحونة؟ أكثر من 120 سنة تقريبا موجودة بنفسك المكان، ما تغير مكان؟ لا ما تغيرنا. تمام، بدي تحكي لي عن المكان. أول شيء أحكي عن البنى، هذا البنى القديم يعني من إيش مكون؟ من حجار وطين وقناطر قديمة البناء هذا. نعم، وحجار وطينة، هذا يعود المبنى إلى 1890 تقريبا. جميل. ولسه محافظ عليه، لسه بيشتغل، ما تغير عليه شيء. نعم هذا هو، نعم المبنى قديم. طيب. لسه بتستخدم نفس الطريقة القديمة بطحن الحبوب ولا تغير؟ نفس الطريقة القديمة في الطحين. جميل. طيب تحكي لي شو أنواع الطحين والحبوب اللي بتطحنها، وتحكي لي عن إقبال المواطنين لسه بيجوا على المطحنة القديمة، بيطحنوا فيها ولا بيستخدموا المطاحن الحديثة؟ اللي بده ياكل أكل صحي. أيوة. بالقمح البلدي والشعير والذرة، يعني بيسوي يعني خبز شراك، ويعني بيخبز يعني في بيته أنظف، يعني في إقبال ما شاء الله من الناس عندنا في الطحين. جميل. طب تحكي لي عن انواع الحبوب، يعني زميلنا الان اكرم فوزي قاعد بيستعرض الحبوب اللي موجوده معنا الان، تحكي لي انواع الحبوب اللي موجوده عندك واللي الناس بتيجي بتطحنها بالمطحنه. هذا قمح يعني حراني القمح هذا، وهذا قمح الشام، وهذا عدس، وفي انواع كمان شعير عندنا. تمام. او طحين يعني بلدي للمفتول وللشراك. نعم. طيب بدي تحكي لي عن آلية الطحن داخل هذه الطحونة أو هذا بابور الطحين القديم، بجوز لسه محافظ على اسمه كمان. أنا شفت من الخارج لسه البنى القديم، البوابة القديمة، حتى ما عليه قارمة للمكان لأنك أنت محافظ عليه كما هو. تحكي لي كيف الآلية أول ما يصلك، كيف تطحن الحبوب عندك؟ أول ما يحصدوا الناس على وقت الحصيد يعني بنقوم نشتري من المواطنين يعني القمح، ويعني اذا ما كان يعني نظيف يعني بنغربل بالغرابيل والكرابيل وننظفه 100%. تمام. وبعدين يعني بنجيبه على الطحونه هاني يعني ونطحنه يعني وبنكيسه يعني بشوالات، وهذا واللي ودي يشتري منا بنبيعه ان شاء الله. طيب. وفي غير الفلاحين في مثلا تجار بيجوا بيشتروا منك بيتعاملوا معك؟ في تجار وفي افران بيجوا ياخذوا من عندنا يعني بيخبزوا الخبز يعني البلدي يعني النظيف. قديش صار لك بهالمهنه؟ يمكن 35 سنة تقريبا. طب احكي لي عن ذكرياتك قبل 35 سنة، كيف كانت الطحونة؟ كيف كانوا الناس يجوا على المكان؟ كيف كان هالحب بين الفلاحين والمزارعين، بين أهالي المنطقة اللي عشق هذا المكان القديم لحتى حافظوا عليه لحتى وقتنا الحاضر؟ أيام زمان في إقبال يعني شديد من الناس، يعني معظم الناس يعني بيخبزوا في البيوت، يعني الأفران ما بيستخدمون. ما شاء الله يعني كانوا أجمال بيجن هان محملات في الغل الأجمال بيجيبوا الحبوب. وبيجوا بيطحنوا شوالين وشوالين ثلاثة يعمونه يعني في الدار بيخبوهن عندهم الأيام الشتوية، وبيطحنوا وبيخبزوا وحياتهم أحسن من حياتها اليوم. جميل. طيب يعني خلفنا بجوز، أنا بدي أفتح مجال لزميلنا أكرم فوزي لحتى يستعرض آلية الطحن، بدي تحكي لي شو بصير خلفنا الآن؟ هذا قمح في الحوض الفوقاني. بتحطه من الجهة العلوية؟ العلوية. نعم. وبينزل على الطحون حجار يعني كبار، الحجار يعني مثل الرحى يعني أيام زمان، فبطحن الطحين بشكل ممتاز. طب حجر، هذا الحجر هو حجر نفس حجر الرحى القديم ولكن بحجم كبير، من وين بتجيبوه الحجر؟ الحجر الوقت هذا ما في منه الحجر، هذا قديم.
لسه شغال؟ للوقت هذا محافظين عليه ومشغلينه 100% إن شاء الله. هذه المهنة تورثتها من أبوك، من والدك، من جدك؟ والله الله يرحمه أبو عيسى الصناع هو اللي علمنا المهنة هذه. جميل. راح تورثها لأولادك؟ في واحد من أولادك حاب هالمهنة؟ إن شاء الله. والله هذا المهنة حياتي ويعني روحي، أنا طول حياتي وأنا في المهنة هذه. طيب كون حياتك، بدي منك هيك معلومة بسيطة، بدي تحكي لي عن ذكرى جميلة، شغلة هيك وانت صغير كنت فيها. نعم. في هالطحون هيك يعني بتتذكرها الآن؟ ما بنخلي ولا حبة على الأرض، يعني كل حبة من القمح نمسكها يعني فيها بركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. جميل. بنحافظ على النعمة عشان ربنا يحافظ علينا. كل الشكر عم أبو عمر، يعطيك ألف عافية ويعطيك الصحة، وإن شاء الله دائما تحافظوا على هذا الإرث التاريخي الحضاري المميز في مدينة مادبة، وبجوز من الأقدم في محافظات المملكة. صباحك سعيد، يعطيك ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. ما شكرا لك وجزاك الله خير. عافية. طبعا أشرف وشهد، بجوز بعجز اللسان عن وصف هذا المكان، أنا يعني كنت جاي وما توقعت يعني جمال هذا المكان، فعلا تشتم منه رائحة الماضي، التراث العريق بنبعث من بين هالجدران، من هالأحجار القديمة اللي أصبحت نادرة وغير موجودة. هذا المكان عمره أكثر من 100 عام، في تاريخ، في حضارة، في إرث، في تراث أجدادنا وأبائنا، ولسه محافظين عليه، لسه بعمل حتى الوقت الحاضر. خليكم مع بعض اللقطات الصباحية للبابور الطحين، لبابور القديم، بابور الذكريات والأصالة والتاريخ والتراث والحضارة من محافظة مادبة. مرة أخرى كمان شوية كمان في إطلالة جميلة من هالمحافظة. صباحكم سعيد.